ادوبي بتدفع 3 دولار للناس علشان يدوهم فيديوهات لمدة، وشركة ابل في بعض التسريبات بتقول ان هم شغالين على شريحة جديدة وهي الM4، وذكاء اصطناعي من شركة لينكدين هيساعدك تحصل على وظيفة الاحلام بتاعتك. انا حسام الدين حسن، ودي الحلقة الاولى من الAI بودكاست، البودكاست الاسبوعي اللي هكلمك فيه عن اخر اخبار الذكاء الاصطناعي وازاي تستفيد منها في حياتك. ولو كملت معايا الحلقة دي للنهاية وكتبت تعليق تحت فهتدخل معانا سحب علشان تكسب واحد من كورسات بشكل مجاني تماما من خبير اونلاين. واللي ما يعرفش خبير اونلاين او اول مره يسمع عنها، فاحنا منصه تدريبيه بنقدم لك كورسات بهدف ان احنا نعلمك مهاره وندربك عليها بشكل احترافي ونساعدك ان انت تشتغل بيها وتجيب بيها فلوس، سواء كفريلانسر او ان انت تاخد وظيفه في المجال ده. ودلوقتي عندك الفرصه ان انت تحصل على احد كورساتنا بشكل مجاني تماما، فتابع الحلقه للنهايه واكتب لنا تعليق تحت. النهارده معانا مجموعه من الاخبار بصراحه القويه جدا، تقريبا كل الشركات الكبيره، جوجل، مايكروسوفت، ميتا، ابل، كل الحاجات دي هنتكلم عنهم في فيديو واحد لاخبار الاسبوع بالذكاء الاصطناعي. اولا، جوجل بتطلق تطبيق جديد اسمه جوجل فيديوز، وده تطبيق هيمكنك بصناعة فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. البرنامج لسه مش متاح دلوقتي، بس الفكرة ببساطة فيه هو انك تدخل على جوجل درايف مثلا، تكريت نيو جوجل فيديو، وتبدأ تقول للاي اي او الذكاء الاصطناعي انا عايز فيديو مثلا عن استكشاف الفضاء، فهيبدأ ان هو يكتب السكريبت، يتجمع الماتيريال المناسبة من صور وفيديوهات ويجمعهم مع بعض بشكل منظم ويدي لك الفيديو بتاعك. حاجة كده مهمة، وهي ان انا اظن ان مع الوقت هنلاقي اضافة قوية جدا لجوجل فيديوز ده، وهو انه هيبقى عنده خلفية ومعرفة بالملفات بتاعتك والاجتماعات بتاعتك باستخدام جيميناي، وبالتالي ممكن تروح تقول له اعمل لي فيديو ملخص للاجتماع بتاع امبارح مثلا. حاجة زي كده ما تمش الاعلان عنها، ولكن ده شيء انا بتنبأ بيه ممكن يحصل في وقت قريب ان شاء الله. سيري اللي انت تعرفه، المساعد الشخصي من ابل، هيبقى دلوقتي عنده قدرات خاصة وقدرات اقوى كتير جدا بسبب الذكاء الاصطناعي الجديد ده. ابل تعتبر من اقل الشركات اللي سمعنا عن دخولها في الذكاء الاصطناعي، مع ان عندها حاجات كتير جدا ما تمش الاعلان عنها لحد دلوقتي، منها مثلا وهو الحاجه اللي بنتكلم عليها دلوقتي، اضافه كده لسيري هتمكنك ان انت لما تسال سيري عن حاجه معينه ياخد سكرين شوت للشاشه اللي مفتوحه قدامك ويبدا يفهم ايه المكونات اللي فيها ويرد عليك وفقا لسؤالك اللي انت قلته، وفي نفس الوقت الحاجات اللي معروضه على الشاشه. فمثلا لو انت بتدور على مطعم معين وفتحت جوجل مابس واخترت مطعم، فانت بدل ما تقول له اتصل بالمطعم الفلاني اللي انت مسجله عندك في الكونتاكتس، لا، ممكن على الشاشه يكون رقم التليفون بتاع المطعم ده ظاهر وتقول له اتصل على المطعم ده فقط لا غير، وهو هياخد الرقم التليفون اللي موجود على الشاشه ويتصل لك بيه. ده غير طبعا امكانيات اكتر من دي بكتير. وبالرغم ان الناس كتير جدا متفائله بالخاصيه دي، الا انه برضه في ناس بتسال هيتم التعامل مع البيانات بتاعتنا ازاي. دي مش كل حاجة للأسبوع ده عن شركة أبل. في الحقيقة في تسريبات بتتكلم عن تشيب أو شريحة جديدة من شركة أبل وهي الـ M4. اللي بتابع طبعا أخبار أبل أو جرب حاجة زي الآيباد M1 M2 أو الماك بوك برضو بأي شريحة من M1 أو M2 أو M3، فهيشوف قد إيه الشريحة دي قوية جدا وجبارة وبتعمل حاجات رائعة جدا. تقريبا أي حاجة هتستخدم الأجهزة دي فيها هتشتغل معاك كويس جدا وبسرعة جبارة ومازال ما جابتش آخرها. فوجود شريحة زي كده يمكن شيء مثير للجدل شوية، بس الفكرة زي كده هتمكن ابل انها تعمل ماك بوك او ابل ايباد مثلا يكون الاي اي او الذكاء الاصطناعي يشتغل عليها مباشره. لو كنت جربت قبل كده تنزل موديل ذكاء اصطناعي زي لاما مثلا من شركه ميتا وتشغله على الكمبيوتر بتاعك، فحتى لو كان الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب بتاعك قوي جدا وفي ار تي اكس 4090 مثلا، فهتلاقي الموضوع بياخد وقت كبير جدا على ما يرد عليك، وده لانه التقنيات دي بتاعت الذكاء الاصطناعي بتحتاج كومبيوتنج باور او قدرة تشغيلية عالية جدا، وده اللي أبل المفروض انها بتحاول تعمله، ان يكون عندها شريحة قوية جدا لدرجة ان موديل الذكاء الاصطناعي تشتغل حتى بدون انترنت على الجهاز نفسه. شات جي بي تي الشهر اللي فات حقق تقريبا او قرب على 2 مليار مستخدم في الشهر، يعني تقريبا ربع الكوكب بيستخدم شات جي بي تي، بس عايز اقول لك ان تقريبا 2% بس من العدد الكبير ده هو اللي بيستخدمه بشكل صحيح، والباقي للاسف مش بيطلع افضل نتيجه منه. ولو انت عايز بقى تتعلم الفن ده فاشترك هنا في القناه، لان احنا ان شاء الله بنجهز لكورس عن البرومبت انجينيرنج هيساعدك كتير جدا تطلع احسن نتيجه من اي ذكاء اصطناعي ومنهم شات جي بي تي. نروح لعالم الموبايلات شويه ونروح على شركه سامسونج. سامسونج عملت شراكه مع جوجل علشان تخلي جيميناي الموديل بتاع الذكاء الاصطناعي القوي جدا بالتلات اشكال المتدرجه بتاعته يكون متاح في موبايلات سامسونج، وبالفعل التعاون ده بقى متاح واشتغل في سامسونج S24. ولكن الفكره ان هم دلوقتي بداوا كمان يتيحوا الامكانيات
الامكانيات الجباره دي في موديلز قديمه زي الاس 21 والاس 22 والتاب اس 8 والاصدارات اللي اعلى من كده. وفي الحقيقه تعاون زي ده هيتيح لك امكانيات جباره لانت مستخدم لسامسونج. على سبيل المثال ممكن يكون قدامك فيديو او صوره معينه وفي منتج عجبك، فكل انت محتاج تعمله تحدد المنتج ده بانك تتاتش عليه كده وتعمل دايره، فالاي اي هيبدا ان هو يحلل الصوره يعرف المنتج ويبحث لك عنه ويرد على اسئلتك. ممكن برضو تكون صورت فيديو وصورت على 30 اف بي اس مثلا، فتقدر ان انت بالذكاء الاصطناعي تحول الفيديو ده الى سلو موشن او فيديو بطيء بمجرد لمسه. تغيير في خصائص تانية للتشات زي شات جي بي تي كده هيكون عندك في الموبايل بشكل مباشر، تقدر تتشات مع الذكاء الاصطناعي تدردش معاه تسال اي حاجه وهيرد عليك. ده غير ان انت لو موجود في مكان او بلد جديده مثلا وبتتكلم لغه معينه العربي على سبيل المثال واللي قدامك بيتكلم انجليزي وانت ما بتفهمش انجليزي وهو مش بيفهم عربي، تقدر تشغل الاي اي هنا ويبدا ان هو يعمل ترجمه فوريه. انا شايف المميزات زي كده في موبايل يكون معايا بشكل مستمر في اي اي بالقوه دي شيء رائع جدا. وعايزك بقى تقول لي ايه الاصدار بتاع الموبايل اللي انت بتستخدمه وهل في مميزات ذكاء اصطناعي ولا لا. شركه ادوبي بتدفع $3 لدقيقه الفيديو الواحده وبتدفعها لمصورين وناس شغاله في مجال الميديا بشكل عام علشان بتدرب وبتجهز لذكاء اصطناعي جديد زي ادوبي فاير فلاي اللي انت ببساطه بتديله وصف يحوله لك الى صوره، واتكلمنا عنه على القناه هنا. فالفكره ان هم بقى بيعملوا حاجه زي كده ولكن الفيديوهات، تدي وصف ويطلع لك فيديو. طبعا ادوبي مشهوره ببرامج زي ادوبي بريمير وادوبي افتر افكتس، فتخيل ان انت عندك خاصيه جوه بريمير وجوه افتر افكتس تكتب وصف عشان يعمل لك فيديو معين ويطلعه لك ويكون حاجه قويه. بعض الناس بتتكلم عن نظاره جديده للواقع المدمج بتشغل ذكاء اصطناعي من شركه ميتا. اللي منكم متابع الاي اي والواقع المدمج والواقع المعزز فهيلاقي ان شركه ميتا عامله تعاون مع ريبان ومطلعين نظاره فيها كاميرا فيها مايك وبتقدر حتى ان انت تعمل بيها حاجات كتير، مثلا تبص قدامك وتاخد صوره وتسالها مثلا ايه الحاجات اللي انت شايفها قدامي فيحلل الكلام ده ويرد عليك. بس الفكره ان مازال انتجريشن او ربط زي ده مش اقوى حاجه في النظاره اللي موجوده حاليا ومش متاحه في كل مكان، والاي اي ده مش شغال في كل حته في العالم. الفكره بقى ان هم عايزين يعملوا نظاره اقوى بكتير جدا تكون بتشغل الواقع المدمج، تقدر ان انت تشوف حاجات على الشاشه، تقدر ان انت تتفاعل مع العالم اللي حواليك، وفي نفس الوقت الاي اي يساعدك في تحليل الحاجات حواليك، يعرض لك صور قدامك، يعرض لك كلام وحاجات تانية كتير جدا. ولو سألتني حاجة زي كده ممكن يبقى سعرها كام، فأكيد هتكون غالية جدا وتسريبات بتقول انها غالبا هتعدي $1000 مستريح. لسه مكملين مع ميتا وهنروح للواتساب. ميتا كانت من فترة اعلنت ان واتساب دلوقتي بقى فيه حاجة اسمها ميتا اي اي، شات جي بي تي ولكن موجود عندك في الواتساب، تقدر تدخل وتتكلم معاه وشغال بالمودلز بتاعه الذكاء الاصطناعي من شركه ميتا اللي هي اللاما، ودي مودلز بذكاء اصطناعي مفتوح المصدر، يعني بالمناسبه تقدر تحملها وتشغلها على الجهاز بتاعك. ولو عايز تعرف الطريقه اكتب لي تحت في التعليقات. وبالرغم ان الخاصيه دي مش متاحه لكل مستخدمي واتساب في العالم، متاحه فقط في امريكا وكندا حاليا، الا ان واتساب دلوقتي بدات تجرب الخاصيه دي في الهند، وده معناه انه قريب جدا هنبدا نلاقيها متاحه حوالينا او متاحه في اغلب البلدان بتاعتنا. في يومين لابس الشركه اللي طلعت علينا من قريب وقالت لنا انتوا هتركنوا الموبايلات بتاعتكم وهتبداوا تستخدموا الاجهزه بتاعتي، اللي هو جهاز زي المايك ده كده بتحطه في هذا المكان، ولكن بيكون في امكانيات كبيره جدا تخليك تستغني عن الموبايل، او هم بيقولوا كده. لو عايز تعرف اكتر عن الجهاز ده فانا عملت فيديو عنه مش هتكلم عنه كتير، بس الفكره ببساطه انه جهاز فيه كاميرا فيه مستشعرات، تقدر تحط ايدك كده او تحط ايدك كده يبدا ان هو يعرض لك بعض الكلام وتقدر ان انت تتفاعل معاه بايدك، تقدر انت تطلب منه مثلا يشرح لك حاجة معينة، تطلب منه ازاي ان انا اروح مطعم معين فيبدأ يدي لك اتجاهات وحاجات تانية كتيرة جدا، والمفروض ان هو يغنيك عن الموبايل. الفكرة بقى ان هيومين لابس بالفعل بعتت الجهاز بتاعها لعدد من اليوتيوبرز علشان يجربوه ويحكوا لنا التجربة بتاعتهم، والاراء انقسمت لاتجاهين. اتجاه بيقول ان الفكرة حلوة وجميلة بس على جهاز ب $700 مستحيل ابدل الموبايل بتاعي بيه، وخاصة انه في مشاكل كتيرة جدا زي ان هو ممكن تقول له حاجة معينة يفهمك غلط اصلا، ده غير ان هو كمان بيأخر جدا في الرد، يعني انت ممكن تسأله سؤال معين ياخد مثلا 15 ثانية على ما يرد عليك، في حين ان الموبايل مجرد كليك هتلاقي كل الاجابات اللي انت عايزها. والرأي التاني بقى بيقول ان حاجة زي كده اصلا ملهاش اي 30 لازمة، عمرها ما هتستبدل الموبايل. بس انا رأيي انه اي تقنية جديدة زي الايفون او اول موبايل سمارت طلع كلها كانت امكانياتها بسيطة جدا ومحدودة مقارنة بها
النهاردة. فنفس الكلام ده أول إصدار من جهاز زي ده، وبالتالي إمكانياته بسيطة، هيكون في مشاكل كتير جدا، ولكن بمجرد ما الشركة تعرف المشاكل دي هيبدأ إن هم يطوروها ويحسنوها ويبدأوا إن هم يوفروا منتج بشكل أحسن. وكذلك مسألة السعر اللي هو $700، أنا شخصيا عمري ما أدفع $700 في جهاز زي ده، أروح أدفعه في موبايل أفضل بكتير، ولكن أكيد مع الوقت سعر التقنيات دي هيبدأ إن هو يبقى في المتناول، وبالتالي هنلاقيه بسعر معقول تقدر تقول أنا ممكن أستخدمه جنب الموبايل بتاعي. ولكن هيستبدل الموبايل ولا لأ؟ أنا أظن مش دلوقتي خالص. ودلوقتي بقى قول لي رأيك كده في التعليقات، هل لو حد قال لك هدي لك الجهاز ده واخد الموبايل بتاعك هتقبل بعرض زي ده، ولا هتقول له لا انا عايز الموبايل بتاعي؟ شركه مايكروسوفت بتستثمر $1.5 مليار في شركه اسمها G42 شركه اماراتيه، كل استثماراتها وكل شغلها في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديده. واللي ما يعرفش منكم فالامارات والسعوديه كمان بيستثمروا بشكل كبير جدا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لدرجه انه حتى الامارات في موديل ذكاء اصطناعي متدرب وطالع بشكل كامل باللغه العربيه اسمه جيس، لو حابين نعمل فيديو عنه ونتكلم عنه اكتر فممكن تكتبوا لنا تحت في التعليقات. وده كان واضح جدا لما كنت في جايتكس الامارات من كام شهر، فشفت قد ايه في شركات كتيره جدا سواء عالميه راحت الامارات وليها مقرات كمان هناك بتتكلم وبتشتغل بشكل كبير جدا في تقنيه الذكاء الاصطناعي، لان تقنيات زي دي مهمه جدا النهارده وبتغير حياتنا بشكل كبير. وده ياخدنا لاخر خبر معانا للفيديو ده، وهو ان شركه انفيديا والمؤسس بتاعها جينسن استثمروا ملايين الدولارات في اكتر من مشروع خلال الكام اسبوع اللي فاتوا دول، وهو ان جينسن المؤسس بتاع شركه انفيديا ادى خطاب لعدد من الطلاب في جامعه مرموقه، وكان بيكلمهم عن الذكاء الاصطناعي، وبيكلمهم عن ان احنا العالم بتاعنا بيتغير، هيكون عالم جديد، عالم مختلف، عالم مميز، ده بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي. كان بيتكلم وبيقارن قد ايه انه كان زمان علشان توصل لمعلومه معينه حتى مع وجود الانترنت بتحتاج تسيرش بشكل كبير جدا، وعلشان توصل لمعلم شاطر او شخص يساعدك في الرد على اسئلتك فبتبذل مجهود كبير جدا علشان تعمل ده، وما بيكونش متاح معاك طول الوقت. لكن النهارده مع وجود الذكاء الاصطناعي انت معاك مدرس معاك طول الوقت مش هيمل منك، وذكي جدا ويعرف اي معلومات تقريبا ممكن تبقى عايزه يعلمها لك. وجود حاجه زي كده تقتضي ان احنا نتعلم ازاي نستفيد من الذكاء الاصطناعي، وهو وانفيديا بداوا يضخوا فلوس كبيره جدا، ملايين الدولارات يعني، في اكتر من مشروع واكتر من استثمار بهدف تعليم وتوفير الذكاء الاصطناعي لعدد كبير جدا من الناس. اغلب المشاريع دي كانت في امريكا وبعض الحاجات ما بين امريكا تايوان امريكا واليابان، ولكن ده برضو ممكن انت تستفيد منه ازاي؟ بانك تتابع القناة هنا. انا هدفي من القناة دي هو ان انا اعرفك كل ما هو جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، بس الاهم من كده ازاي تستفيد منه في حياتك. علشان كده هتلاقي لما حاجة جديدة تطلع زي تشات جي بي تي فبعمل عنها فيديو بكلمك عنها ازاي تستفيد منها، جيميناي لما بدأ ان هو من قريب يشتغل بشكل قوي جدا والخطة الجديدة بتاعت الادفانسد بقت متاحة، بدأت ان انا اجربها لأكتر من اسبوع وعملت فيديو مخصوص علشان انت تستفيد من ده. عشان كده بشجعك جدا انك تشترك في القناة وتتابعني هنا بشكل مستمر علشان تكون اول حد يستفيد من التقنيات دي بإذن الله. ودلوقتي جينا لأهم فقرة، والفقرة المفضلة بالنسبة لي، وهي اقوى ذكاء اصطناعي للحلقة دي. والنهاردة معانا لينكد اي اي كوتش. كلنا عارفين لينكد ان، منصة التواصل الاحترافي الجميلة جدا اللي تقدر منها تكون شبكة علاقات قوية، تتعلم من خلال مثلا حاجة زي لينكد ان ليرنينج، تبحث على وظائف على لينكد ان جوبس وحاجات تانية كتير جدا. الفكرة بقى ان لينكد ان بدأت تستثمر هي كمان في الذكاء الاصطناعي، وضافت الذكاء الاصطناعي في اكتر من منتج عندها، منهم لينكد ان ليرنينج وكمان لينكد ان جوبس. فتعال نفترض ان انت عايز تتعلم او حتى تطور مهاراتك في مجال البرمجه، فهتروح للينكد ان اي اي كوتش وتبدا ان انت تقول له انا هدفي كذا وعايز اتعلم مثلا لغه برمجه بايثون وسي بلس بلس مثلا، فيبدا ان هو يوجهك ويقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، ويبدا كمان يقترح لك بعض الكورسات من لينكد ان ليرنينج اللي تقدر تروح تتفرج عليها وتتعلمها، وطبعا تاخد شهاده معتمده من لينكد ان. الحاجه الثانيه، لو انت دلوقتي عايز تبحث عن وظيفه وليكن مثلا ميديا باير او شخص معلن بيعمل اعلانات، فتروح على لينكد ان سيرش على كلمه ميديا باير فهتلاقي عدد كبير جدا من الوظائف. لحد دلوقتي لسه في ذكاء اصطناعي، الذكاء الاصطناعي يجي دوره لما تشوف وظيفه معينه هتلاقي بقى كده علامه الاي اي كوتش
فتقدر ان انت تدوس عليها هيفتح لك شات زي شات جي بي تي وتبدا ان انت تساله عن الوظيفه دي، وممكن حتى هتلاقي كده اختصارات ان انت تشوف هل انت مؤهل للوظيفه دي، وهيبدا الاي اي هنا يبص على البروفايل بتاعك ويشوف الخبرات بتاعتك والمهارات بتاعتك والشهادات ويقارنها بالمتطلبات بتاعت الوظيفه ويقول لك انت غالبا مناسب للوظيفه دي. طيب لو ما كانش مناسب او في حاجات ناقصه عشان تاخد وظيفه زي كده، الاي اي كوتش برده هيساعدك وهيبدا ان هو يقول لك انت ناقصك الحاجه الفلانيه او المهاره الفلانيه، هيسيبك وخلصت القصه. لا، هتلاقي كمان بيقترح لك بعض الكورسات اللي يقول لك روح خد الكورسات دي علشان تكمل الليسته بتاعت المهارات بتاعتك وبالتالي تكون مؤهل للوظيفه. طبعا عشان تستفيد من لينكد ان اي كوتش فلازم يكون عندك اشتراك لينكد ان بريميوم، وده اشتراك مدفوع بيكون شهري او سنوي على حسب اختيارك. وفي بقى منكم خمسه هيكتبوا لنا تعليق تحت يكتبوا لينكد ان اي كوتش، هنديهم كود هيكون بيدي لك شهرين مجاني. شهرين مجاني دي لك كل المميزات بتاعت لينكد ان اللي هي البريميوم وكمان معاها اللينكد ان اي اي كوتش، وهسيب لك برضو رابط في الوصف عشان تقدر تروح تشترك فيه لينكد ان بريميوم وتستفيد بكل المميزات القويه دي.